بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. سؤال: ما حكم تصوير المحاضرات بالفيديو بحجة أن المحاضرة ستنقل إلى بلاد بعيدة مثل أمريكا وأمثالها؟ يا أخواننا، البركة من الله. رب كلمة تقال في مجلس صغير فتطير في الآفاق، ورب كلمة يرددها الناس أو الحزبيون أو غيرهم وتنتهي، نعم، ولا يصير لها أثر. فأنا أقول مسألة التصوير تعتبر محرمة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في جامع الترمذي: يخرج عنق من النار، فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، والمساجد حلقات العلم فيها مباركة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. شاهدنا من هذا حفتهم الملائكة، لكن أولئك المصورون يطيرون الملائكة من المجلس، بارك الله فيكم. فالقصد إن هذا منكر يجب إنكاره بحسب الطاقة، لا تحدث فتنة. إذا لم تستطع أن تغير المنكر خرجت، والله المستعان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان.